اول واهم نصيحه للجوله اللي جايه ان انت ما تجريش من دلوقتي للدبل. هتبص عليه وتحاول تخطط ازاي تلعب كده جوله في جوله في تغييراتك عشان تحاول ان انت تظبط احسن فريق ممكن لجوله الدبل دي. بس ما تلغيش الجولات اللي جايه مقابل ان انت تبص على الدبل، عشان لسه في جوله 32 ليفربول بيلعب السيتي، وده معناه ان صلاح عنده ماتش صعب، وبالتالي اوبشن الكابتنه هيختلف ما بين ناس كتيره. عندك الجوله 33 فيها دبل للثمان فرق سواء تستعمل فريق او لا، فهي فرصه اكتر ان انت تظبط نقطك. عندك الجوله 34 و35 وارد نشوف فيهم دبلات صغيره حسب نتائج ماتشات الكاس، الماتشين ثلاثه اللي فاضلين لسه ما اتعلنش اوقاتهم. فكل الحاجات دي هي فرصه ان انت تظبط ترتيبك، فما تهملهاش في مقابل ان انت تبص على الجوله 36 و37. عندك 10 فرق او 12 في الجوله 36 هيبقوا دبل، وده معناه ان اكتر من نص الدوري في دبل. فحتى لو انت فريقك انت مش راضي عنه 100% هتلاقي عدد مقبول جدا من اللعيبه في الجوله 36 بيلعبوا دبل جيم ويك. فمن غير ما تتسرع وتجري على اللعيبه مستوى كويس دلوقتي، لان مستوى اللعيبه في الفتره دي بيتغير ما بين جوله والتانيه. اللي كويس الجوله دي هتلاقيه بيقلب الجوله اللي بعدها. طبعا الكلام ده بعيد عن اللعيبه البريميوم او اللعيبه اللي انت واثق ان هم دايما بيقدموا موسم كامل كويس مش فتره صغيره بس. الحاجه الثانيه هي انا هستعمل الشباب بتاعتي امتى، فري هيت والوايلد كارد والبنش بوست. لو انت معاك الوايلد كارد لحد دلوقتي ففي رايي ان انت عندك اوبشن من اثنين، يا الجوله 32 قبل الدبل اللي جاي اللي هي الجوله اللي هتبدا دي، يا اما الجوله 34. انا شخصيا بميل للجوله 34. ليه؟ لان الدبل بتاع الجوله 33 ما فيهوش اغراءات كتيره، عموما هي حاجات بسيطه يعني 3 4 لعيبه بالكتير، ممكن تعمل تغييرات حتى بماينس 8 تقدر يكونوا في فريقك وساعتها تبقى انت متامن تماما. بيرنلي، ساوثهامبتون، برايتون، الفرقه دي كلها اغلبها انت ما تبصش لحد فيها، يمكن بوب على اعتبار ان هو حارس بيصد كتير وعنده كذا دبل فممكن يفيدك بعد كده. في ارسنال اغلبنا عنده ساكا، في ليستر بتختار واحد يا بارنز يا ماديسون وتراهن عليه، في نيوكاسل لو ما جبتش لعيب من نيوكاسل عادي ولكنه في النهايه هيبقى ريسك، فمش شايف حاجه فيهم مغريه تبني عليها وايلد كارد، لان انت لو بنيت عليها وايلد كارد هتتاثر بيه قدام. فالافضل في رايي تبني الوايلد كارد بتاعك في الجوله 34. البنش بوست بديهيا في الجوله 36. ليه؟ عشان هي اكبر جوله فيها دبل في الموسم، فاكبر جوله تقدر تطلع منها 15 لعيب من غير ما اللعيبه تدخل في بعض ويكونوا هيلعبوا بعض ويعمل لك مشكله في النقط وتلعب بيها البنش بوست. الفريق دلوقتي النقاش عليها مقسوم 4 جولات، الجوله 33 36 37 و38 الاخيره، حتى لو هي سنجل بس هيكون فيها ماتشات مغريه تلعب عليها. انا هحط خيار الجوله 38 ده الخيار الاخير بالنسبه لي بصراحه. عندي 3 خيارات تانيين، لو انا ما عنديش بنش بوست فالجوله 36 تدخل في الحسابات بقوه حسب كمان السيتي هيكون دبل فيها ولا لا، ليفربول بيلعب فيها دبل، فبالتالي لو انت لسه الدوري ما اتحسمش فهيبقى الاثنين نازلين عايزين يحققوا اكبر مكسب ممكن منها، وبالتالي ساعتها هم مع باقي الفرق يخلوك تحط الفري هيت. لو انا بلعب بنش بوست في الجوله 36 يبقى في رايي الفري هيت ما بين ال 33 وال 37. انا هميل لل 37. ليه؟ الجوله 33 ما فيهاش لعيبه مغريه في رايي خالص، ساكا، بارنز او ماديسون، فريزر، سام ماكسيمان لو انت هتاخد بي ريسك، بوب، كلها لعيبه ممكن تجيب منها 2 3 لو انت اصلا اوريدي ما عندكش منهم، بماينس 4 بماينس 8 وقصتك انتهت، مش محتاجه كل الهري ده. في ال 37 هيبقى عندك اكتر من تريك، يعني تشيلسي هيلعب دبل، بس خلي بالك ان هو هيلعب حد وثلاث وخميس، فلو هو لسه في دوري الابطال او صعد لنهائي الكاس هيبقى فيه اكيد روتيشن، هيبقى عندك دبل كويس لاستون فيلا، عندك دبل لليستر سيتي، فالحاجات دي ممكن ساعتها حسب الموقف اللي هيتحدد في دوري الابطال والدوري الاوروبي ودوري المؤتمر تقدر انت تطلع حاجه احسن من ده. كمان سيتي حسب نتيجه ماتش الكاس لو الدبل بتاعه بقى في الجوله 37 فدي فرصه احسن ان انت تدور على لعيبه، وسام لو الدوري كمان ما اتحسمش فتقدر ساعتها تجيب 3 لعيبه من السيتي وهيكونوا نازلين بكل قوتهم في الماتشات عشان يحافظوا على لقب الدوري. الجوله 33 مش مغريه بالنسبه لي للفري هيت، ولو انا عندي لسه فري هيت هاجلها الجوله 37 او حتى 36 لو انا لعبت البنش بوست، يكون واحد من الجولتين دول خيار احسن. الفرق اللي بتلعب في المشاركات الاوروبيه، يعني ليفربول وسيتي ما زالوا في دوري الابطال عندهم المنافسه على الدوري، فانت متوقع، مش عايز اقول لك روتيشن بمعنى الروتيشن، ولكن يعني الدقائق هتبقى اقل، هيبداوا ازاي يديروا دقائق اللعيبه دي، زي ما شفنا صلاح بيخرج بدري في ماتش دوري الابطال هو ماني بتاع بنفيكا، هتشوف يلعب 60 65 لما ماتش يتحسم هيشيله عشان دايما يحاول يوفر جهد لعيبته للفتره المهمه، فدي حاجه لازم تخليها في بالك، وان كان الاثنين مش هيبقى فيه روتيشن كبير بالذات الاسماء الثقيله عشان المنافسه على لقب الدوري. الوضع مختلف تماما عن الثلاثه التانيين، تشيلسي وويستهام وليستر سيتي، بالذات تشيلسي، تشيلسي يعني ممكن لو خسر ماتش ولا حاجه كمان ينزل في خلافه التوب فور، بس اعتقد هو مش هيخش الخناقه دي، فلو هو دخلها تمام هنبدا بقى نعكس كلامنا، لكن لحد ما ده يحصل
فهو الفرقه لا هيبقى تاني وبعيد سيكا عن الرابع، وعنده كاس الاتحاد ينافس فيه لاعب كريستال بالاس فهو مرشح يوصل فاينل، وعنده دوري ابطال اوروبا وسكته مش سهله خالص الحقيقه، بيلعب ريال مدريد ولو كسب هيلعب بعد كده غالبا مانشستر سيتي ليتفوق ذهابا على اتلتيكو مدريد. فبالتالي قصه تشيلسي صعبه، فتوقع دايما ان انت تشوف روتيشن بالذات للعيبه اللي هي ملهاش بديل او اللي عندها مشكله اصابات. يترأسهم ريس جيمس وكاي هافرتز، الاثنين دول متوقع جدا نشوف لهم روتيشن، فممكن ساعتها تحاول تبص على لعيبه تانية مختلفه زي حكيم زياش مثلا، مش ناس كتير قوي بصاله ولكنه ممكن ياخد ده اكتر في اللي جاي، ميسون ماونت شويه، حد زي بوليسيتش حتى لو هو ما استمر من غير اصابه يعني يبقى كويس، روديجر عنده نسبه لعب ماتشات اعلى، تشالوبا كمان ممكن يبقى عنده نسبه ماتش لعب ماتشات اعلى الفتره اللي جايه مع تشيلسي. وست هام عباره عن جارب بوين في ليستر سيتي لحد الدبل اللي هو 36 و37 ولا تشوف روتيشن، وده هيبقى شيء منطقي جدا. فخلي دايما اتجاهك او اللي انت بتفكر فيه شمايك لانه هو حارس مضمون، واحد من بارنز او ماديسون وهو وحظه يعني خلاص ارضى انت جبت واحد فيهم، فهو لو عنده 11 ماتش او 10 ماتشات فاضلين لو لعب لك 8 فده قشطه تمام وهيجيب لك فيه عدد نقط كويس. نفس الكلام بالمناسبه ينطبق على كاي هافرتز، لو انت اوريدي جبته خلاص انا بالنسبه لي اكمل بيه، ولو هو عنده 10 ماتشات لعب منهم 8 انا هبقى راضي وهو يقدر يجيب نقط في الماتشات دي.